بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثانية من المحور الأول. سنتطرق في هذا الفيديو إلى ما يسمى بالinternal loads type and types of loading، الأحمال الداخلية وأنواع التحميل. لما يكون معانا solid عليه أحمال خارجية F1 F2 F3 F4 أو أكثر، فالأحمال الخارجية هذه ينتج عنها أحمال داخلية. لما نعمل مقطع بنشوف أنه ينتج عنها العديد من الأحمال الداخلية. كل هذه الأحمال الداخلية تتلخص في إيش؟ resultant force FR و resultant moment MR، إجمالي القوة وإجمالي العزم. هنا resultant force والresultant moment راح نعمل لها إسقاط عمودي أو ما يسمى بالبروجكشن. إسقاط عمودي طبعا على ماذا؟ معانا هنا مساحة المقطع، هذا المقطع أو المساحة القطعية تتميز بالإيش؟ تتميز بالنورمال، المحور العمودي على هذه المساحة، وهو محور الإكس. تمام؟ بالنسبة للزد والواي هي محاور مماسة، هنا بتكون عمودية على المقطع وهنا بتكون موازية أو tangent to the cross. فالـ resultant moment رح نعمل لها إسقاط عمودي على الإكس ونتحصل على التي، وهي العزم العمودي، ونعمل لها إسقاط عمودي على محور مماس على المقطع أو موازي فنتحصل على العزم المماس MB. أما بالنسبة للـ resultant force فلما نعمل لها إسقاط عمودي على محور العمودي على المقطع يعني الإكس نتحصل على الN، ولما نعمل لها إسقاط على مساحة المقطع راح نتحصل على الV. وبالتالي نتحصل على هذا التوزيع لأنواع التحميل. النورمال فورس N لما تكون موجبة ينتج عليها تنشن الشد، لما تكون سالبة ينتج عليها الضغط compression. بالنسبة للV وهي أساسا ممكن تنقسم بالإسقاط العمودي على Y و Z، وهي قوة مماسة للمقطع ينتج عنها شير القص. التورك T عمودي على المقطع ينتج عنه تورشن الالتواء. أما بالنسبة للMB وهو العزم المماس للمقطع ينتج عنه bending أو اللف أو الانحناء، يسمى اللف أو الانحناء، وممكن إسقاطه على Z و Y فينتج عنه MZ و MY. هنا يطلع معنا خمسة أنواع من أنواع التحميل، وهي ناتجة أساسا عن إيش؟ عن طبيعة الأحمال الداخلية.